إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحادية عشر مسألة طبانية كوبيدة لا تقبل الأقبال ما رواية من قف رواية دي سعوري فاللغو برتاي بتساهل فوضيسي في سماع مقل كيسو حديث كمقل لا يود لغيسنا فوضيستو أو إسماعي أما مغشين تيسا صغو أقرين يعيد كلا مغشين فوضيستو، وذلك تصالحنا كمن قف أكل ويلا يبالي أنو أبي يلين بالنوم إنو هردو في السماع في مجلس السماع ماشي الدرسي قلقو لغي سنة أو يحدثو أما حديثكي كشيغي يحدثكي كأقرين من أصل غير مقابل أصل آن لم مقابلين لا من أصل أصل كأقرين ما أصل كم صحح لصحي أو عرف ما اللغو قرتي بقبول التلقين لكن الدا يميرين تينو اسكا اقبلو في الحديث حديث كريحيسا وكو اقبلو حديث كا وقت يوري وحلو اعتمادا يي إلا يرى حديث كان وثابت وسجية هي مدن اللي يرهدو ما سجنا أو لرديو والرواية دي اهب رواة داس كالقاتي هاد برهويغة عدالة ديسية تقوى ديسية حفظ ديسية ضبط ديسية ايال فيريني حديث كبن كاسا لإعتمادا تلا فيريو ايام مرنا حديث كي لا أقبل يي ايضا لغو أقبل يو صفات دي قبول كإن لها لأي إشانتها مرنا واللغو نقدنا يو صفات دي وحكم إذا إن لواي مركا آذا لغو تشدد يي صفات داس iyo hadba sida ilaalinteeda loo ilaaliyo wuxuu noo sheegayaa dadka marka gabal kamid ah oo xadiiska marka ay soo xambaarayaan ama marka ayaga laga xambaarayo laga qaadayo xoogaa fuudaysta dadkaas inaan la aqbalin xadiiskooda tusaale wuxuu yiri waxaa lagu yaqaan qofkan inuu fuudaysto haddii asagii darsigii dhageysanay darsigii socda way hurdaa أما قف كلو بالله هذا لابا أما وحبو إسكا قرقرة ما الله بي كرا هده وقف كاس ما اللي أميني كرا حديث كأو وري الله ما قادة كرا مارك حتى مجلس كأو لما دول لقرى يو وحي العلماء لهايين عادة لهايين مارك مجلس كأو لما دول وعلى قرى جيري مجلس كاس الكاس وكبل وده الكاس الوچو جيي وحاسو حاضري هبلي 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 أقرنا يي هبلي هبلي أيق وهر دايين وعلى قرى جيري هبل قيبا دافتي درسيغا او ميل دخا سوو مارا يو ييميد وا لوو قوريج قف ولبا ماركا ساسا لولما اادا لو الى الدينكا ماركا اسغيا دغيسنايا وا هوردا اما اسغيا وخا دخايد شيقا اردغو مارو اخينا وا اركي دونا وخا ويان تحملكا الى سيدد طريقو او دروقو تحمل مراركا قبل وخا اخينيا اردغا شيق وا دغيسنايا وعلى الرضا حديث تاس وأقرنا يا حديث أنا حديثي شيقان أحين هدو كو صدر إنو يرمى كاس أنو حديثي إذا كمد ما هدو سي ببدقي قلدو يا كلمة دي سيد اللي قلنا واقع إنو يرى هذا مايا ساس اللي قلنا واقع ما سيداس وآخر وحاس وحصحة واسقة دو مركا إسكي وردو أردقين وآخرنا يا واي عيدا مركا وحصحة إذا waxay maanayda dhamaan dadka majliska fadhiya hadhow sidaas inay u qaadaan ayna yiraahdaan shiiqaasan ka soo warin sidaas inta loogu dul akhiyo oo qiray marka hadii la arko isagoo hurdaayo oo kale amase waxaaba la arkay xadiiska wuxuu u ictimaadaa kitaab meel ugu qoray
كتاب كاس واعتماد ينا ماهن كتاب للصحي قفك بنو آدم كامركو وحقورا إنو وحقال داي طعضا انت بضان مركض وحقورتو ديبا الله صحا وماشي أتكا قرطي ألغو صحا ألغو أخريا قفك مركضو بدو انتقروا وحلحن ينا ينسين قرين وما بضنا مركاسي وحي سميجرين مركو أردغانو قرطو حديث كا نسقدي الشيق أيا لغو سيحجري أولا يسكو أخري جري حرفا بحرف مركا لغوه بصدو أيا مركا أصلليه والله صحي أما نسقدي الشيق ميد لغو صحي الله بو وفرع كا لكن هدي أردغي لأركو حديث كا ويسكو قرطي وقات صغون سيحين هدو تاسو كورنا مالا تاسا دي لغوه بصدو أولا أركو نسقدا وددكا وحقورنا يو حديثكا كاقنا إنا تنسعان لصيحين هدو قف كاس حديث كي سما الله أقبلي حايا لي وحا لأغادي إنو حديث كفوضي سنة حديث كإنو فوضي سنة أيا لأغادي الحادية عشرة مسألة التمانية كوبيد الله تقبل الله أقبل ما رواية من قف رواية دي سعرف اللغو برتب بالتساهل فوضي سي في سماع مقلطة صغي وحديث كمقلة فوضي ستو أو إسماع مقشين تيسا واسق وحويان وعدك لكو دول أقلين أيوه واسقي لغا مقلا يؤفو ديستو واسقي يا مركا شيق لغا قادنا وذلك تصالي كمان قف أو كلوية لا يبالي أنو أبي يلين قف كفو ديستا تصاليه سي وقف كأنو أبي يلين بالنوم هردو في السماع في مجلس السماع مجلس كي حديث كاللغو كالقادنا يي وما سجى لك قادنا يا ما سجى وكو قادنا يوفو ذي سنة وكو هردى أو ما سجى يحدث وحدث كي وكو كأخرنا من أصل غير مقابل معذوف عليه جل الحدف مركاسا معذوف كي عاطف كي لباقي يلا أو يحدث وكو كحدث يحدث كأخرنا من أصل غير مقابل أصل أن لصحين لا من أصل مصحح كأخرما ولو عطف مركا شيء معطوف عليك محذوفك أصل أو اللغو الصحيح متك الشيقة كاقمة أو عرف وحاب اللغو برتيبا بقبول التلقين التلقين تينو أقبله تلقين تنا وحي إهيد مت أو كمدا روادية أو إمانا الشيقة حقا بل وحي فيرين أيام إنو إسكي يهي الدمين إسكي أقبله وحوالبا إيا إنو وح إتقاننا توي ما دو خليه حدثك فلان بكذا حديثك صرت يبلا كوشي قد كوري دا صماء سأسولي حدثك فلان بكذا هبلا حديثك أصعد كوري دا كوشي قد صماء هدو قف اسك الشيقة قف كاسن حديثك بكمان وصل مقلب هدو يرى نعم خلاص وعداتي مرك وقف وحويان تلقين تأقبلا للي هدو حديث لقى أقبل ما وأنه يرى حديث كي وصنع صغى مقلين ويرى ما يعني حديث كي سيب الكمواري مركاس اللغانة إنه وحسكك للصغي مركا أو عرف قفك اللغو كارت بقبولي تلقين اللقيني تلو اللقين إنه اسكا أقبل قفك مرك اللغو قلش اسكا أقبل في الحديث حديث كاللو اللقين أو كثرة سهوي هلمان كي سبدا شدي سقفك اللغو بارتي وحبضان اللاركي أسقو سهوين أيه أو سيقلدان وحو آخرين أيه oo sidii saxda ay si aan hadiskii u sheegayeen waa halmaan badan yahay korkana waa ka akhrinaa hadda nusqo sax ka akhrimaa duun nusqo ka akhrinayo la dabdigu waa kii laba aha dabdu sadri iyo dabdu kitaaba qofkan duu san xifdi badnayn laakin uu iitimaado dabdiga kitaabada kitaab musaxana uu ka akhrinaa dib male markaas halmaankiisa dib male laakin sahwigiisa badan كتابنا كأخر ما قرك إنه كأخر يوربا مركز لما اعتمادي كرو أو ما سواح اللغو برطي كثرة تساوي ألمان كبدنا شديس في رواية رواية ديس وكو سهوي إذا لم يحدث وقوما مركز اللغو ردين كثرة تساوي إذا لم يحدث دوسا حديث كأخرين من أصل أصل هدوسا كأخرين أصل صحيح هدوسا كأخرين مركز هدو أصل كأخرين أيو مركز وحبب بمالي waa ween sahwigiisa badan la fiirima maxaa yeelay haddii maba iitimaadayo xifdigiisa ee wuxuu iitimaada kitaab u qoray kitaabkan waa kitaab saxan markaas sahwigiisa waxba dhimma aw ama se lagu bartay kasratii shawaadi shaadiyalka badashadooda
هي والمناكير منكريال كبدا شدودة في حديث أي كبدين حديث كي سواها كبدا شاك وكو قلافة ضدكي حفاظها ضدك لها إن بدنا سقو قلافة يا لك شاك كبدا منكر كبدا خلاص مركزنا وحي توسيدا ضد إنو صلحين هدي لك شاك إنو كبدين يهي أنا منكر كبدين يهي تاسونا وحي كبدا يهي إنو ثقاد خلافه مركي حديث كيسي لقرب لغو أي صوب بحضو وحوين إنو خلافة يمرار بضا قال ابن مبارك عبد الله بن مبارك وحويري هي وأحمد بن حنبل هي والحميدي عبد الله بن زبير هي وغيرهم غير كود من غليط قف كي قلد في حديث حديث وفبوين له الله عديه وفأصر دائما على رواية رواية ديسة سقطت ويبعيد الروايات رواية ديسة حدي ومحدث وحديث قلده والله شغل ما حديث ساس ما هنا ساس أها والله صحي سحدي يقبل الديدة مرك سحدي يقبل الديدة مرك الله صحي وأقبل الديدة ما سيد أنا وياه يسكلي إن هذا موج وحبل لك قادم ما قف حديث كنا بيجا أو للي يواق على الدين كل ربع كرا وحبل لك قادم الدين تدين كيسة أيام مركز نقصان كتير تابع لكن أن مركز سيداس لدي ابن صلاح وحيري أرنتاس وحي تهي ومركي أي عدات إنو عناد كتير وحيري وهذا مركا أي دعا إذا روايات كيسو صحيح وهذا قول كان أو أهر سقطت رواياته وهذا قول كاسو صحيح وصحيح والروايات كي سوى معايا إن ظهر هدو مغضو أنه أصغو أصر إنو دائمي قلتك عنادا مضح أذيك أو نحو أما وحلا مدى عناد مركا تاسونا وحي كو إمانا إذا لبا مدكا مدكا حفاد ديو من وحي أغادي سيدابا إني أخرين لو شيغي أصغا كليه أم قلتك أموت تاس إنو معاردي وعد وحا كلتو أو قلتك سوى كعدي هاي سيدوي حافظ العراقي عالم واسوغ امن سيها انو عالم وكو حديثك اير وقال ديدا سيدا واخر اذا ما حديث اسغا لبكيس قف كان انو يا قفكي متقن كاي عالم كها مركاس سن دك جل قوسين انو اسكا ودانا ان هذا كم مغدي روايه دم حديث من لا قادم قف اي ديغنانتي سي عبس لا انتي سكينيدو حديث النبي قال له يواد قلده ينسكسي وأقريه ما لقى قادنا وحدين وفك التقوى إيواء لغوية قانا حفظ الله وضع مركب لقى قادنا لكن تاس محاسو هتنكو قيد لي وإن حفاظ ديوتن وأركي سيدان كلينا وأقرينا إياه أما عالم وأساقي بكو قانا سيين وعالم يهي أشيغي محاتاس كدوان قف أسلي يهي أساقي كقلدان هدو أشيغي قف أسلي يهي أساقي كقلدان arday kala yiri wa qaldayda markaas uu siiray asagoo wax ogey markaas aanu lama dhig karin riwaayadka waa laga tagaa muceenidaad ma la dhig karo ma la dhig karo athaniyata ashar mas'alada 12aydda a'rada an-nasu dadku way ka jeesteen hadhihi al-asmaana waqtiyadan an i'tibari majmu'i shuruudi shuruudan isku geynta la isku geeyo shuruudi al-madkurati la soo sheegay وحوليه يا حد وقت كان ضم به شروط عن أذاك دمان وإن خويك الله جهلا حاجة تسوال إسكدي وقت كان ضم به وإمام البيهقي وحي كدم به يوكلة وحي كدم به والإسكدي سببتنا وحي طهاي وحي إسبدلي مركي هراء وحي قرنجي أفراد يا إنتي كوريدوت من سنة كان لورينا يلو إسكان أي حديث كان لقبلا يا إلا فيديو قفك مركو سنة كاس حديث كقول يلا فيريني مركاس حديث كلجو أقبله يا مرك الله فيريو أنا أول الردين أي واحد الله ما الله أقبله كرو لكن مركي حديث تي لديوانيي الله قري ودواوين تي مسلمين تأي قشي حديث تم بمتشرو أو أنت قف وريو رواية دي سأما لجو أقبله أمل بردينه متشر حديث هو قرآن تهاي ماشي كقولي هنا مرتشعوها مرتشعدي وضل الله أقول لعبنا كلية سنة كمركز باقي أو إسكبر كيس إيو إن أمدان أو باقي النقضة
waxa ay khaas ka la tahay umadaha uga duuneedo sanad wali daasaas taradeeda maanta la joogo culuma joogan inta bilaabanay nabiga gelinaya aa ahadiista dhamaan kutubta waxa way maraajicda muslimiinta xadiiska waa sanaday u haystaan haday maanta la joogo inta bilaabanay nabiga gelinaya marka sanadkaas uu baaqi noqdo laga rabaa ma loo cuskanayo xadiis aqbalidiisa iyo ridintiisa midnaba mar haday seexta marka shuruudi in la adkeeyo ma in la adkeeyo ma الثانية عشر مسألة الله يطبنا إذا أعرض الناس ضدك ويكتشستين هذه الأزمان وقتيضا عن اعتبار مجموع الشروط دي شروط دان اسكو قينتي دي شروط دي علم كورة اللي سو شيغي ما حيو قيتشستين لكون المقصود دي وشيدة دي أهانشدي سسارة أو أهاضي إبقاء السلسلة الإسناد إسناد كالسلسلة دي سلسلة وارريكشاس أو أرد حيقفك سندك أول كيسة إلى النبي سلسلة والرجاشة رواد داسوي ولكون المقصود وشيدتي النقضي ولكون المقصود وشيدتي نقشتي سسارة النقضي إبقاء السلسلة الإسناد دي إسناد كسلسلة دي سون إلا باقي يلو إسناد كالمقتصي خاص كقوة بالأمة أمة النبي محمد إسناد كاسون أمدي هوري لهاين أمة النبي محمد كو خاص كا إلا باقي إلا أمبا حد أجيدة دان أو لغيلي يسند كايت مرة دي سيداستاي أن لو اعتمادين حديث قبول كيس إيا ردي كيس فاليو اعتبر هالتيح قليو ما يليقو وحق أمام بالمقصود وحق المقصود كيس أو سند كي وباقي لقيه كارو وإن لتيح قليو وهو ما يليقو ما كشيغ يليقاه محوية أو أمام أو أي تايحاد إن لتيح قليو وهو الشيء قلنا ما كونه شيقي شيقا أو إحلاج ورينا لقى قدر وإنه أهذا مسلم عن مسلم مسلم كو بالغا قنجرة مسلم كو عاقلا عقل له مسلم كاسو غير متطهرين عن مجسرين بفسق فسق أو واحد ذنوب أو حنحن أو كبائر أما الصغير للدائمة عن مجسرين كم مقن اللجوء أوبين أنا لقمة أقوي أو أما سخفين عقلي يران خفاقا قرات كي سدمي هي سخف ورقة في العقل وي عقلي يران حقا عقلي كيسا ضعيف سأسترد هذا وحيالها الشرف درادة كينا كما طور سنة وعقلي يران توحي كينا مروء دي إنو سن إلى شكرين وحيالي شرفتي سنة وحيي وسن إلى إسكا إلى ركرين ساسا كينا صقفه هو رقة في العقل تاس حق عدالة دي الله غفيرنا إنو نغضا مسلما بالغا عاقلا غير متضاهر بفسق أو صخد حق ضبدنا انتانا الله غفيرنا فيري وفي ضبده ويكتفى وحلقو كافتوما في ضبد حفظه سنة بوجود سناعه مقل كيسا إن لهلو مثبتا حالقو سغي بخد بخد غير متهم قفا لتهم إن قرال كيس إيا وبالرواية إنو كوريو من أصل 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 كو موافق وافقصا لأصل شيقه شيقي سا أصل كيسي حق حفظي إيا ضبطي ترادة بدنا كليا وحلقو كيف توما تابك أو كورينا أو شيقي سي وغسووري هرطة السماع إيس وينو كو قرين أو وحي عادو راه المحدثين تا marka kitaabku dhamaado ama majliski uu dhamaado sanaac wax la rasiiqa la qoray sheekh aqiyay ardada dhageysatay magacoodii abtiriskoodi waa lagu qora kulli waa meesha lagu cadeeyna marka kitaabka uu ka akhriyo waa inuu kaas yahay uu ku qoray oo qoraal aan markaas qofka qoray la tuhmay online islaheen gadaal looga daray waa inuu ku qoray inuu kamid yahay baaki kitaabkan soo maqlay وينو كميدي تنكلينا مركا وورينا يك وينو كوريا أصل أما كتاب أوتي وافقسان نسخة دي شيخيس أوديم كل أصل أصل كي وافقسان وينو كوريا خلاص انت أصا حق الضبط دي أنا لغا فيرين عدين وفي ضبطه ويكتفى والغو كافتوما في ضبطه بوجود سماعه مقال مقال كيس إنو كو قريو كو سوغيه بوجود سماعه مقل كيسا إن لهلو مثبتا حالو يهي سماعي سميد لغو سوغي
بخض غير متهم قفا لتهم ان قرال كيس وان ماشي كو قرين هي وبالروايه انه كوريو من اصل اصلكم موافق وافقصا لاصل شيخي وقد قال وحاير نحو هذا كلام كاس عن شيغي او كلي وقد قال وحاير نحو ما ذكرناه هذا الكاس عن شيغني او كلي الحافظ ابو بكر البيهقي احمد بن الحسين امام كاس حافظ كاها ايا يري انت سويه وحي هذا كذب لا اعتبارنا ما دام عن روايه ايضا لو اعتمادين حديث ان لو اقبل ان الوردي الثالثه عشر مساله طبعا يا صديح ايضا في الفاظ الجرح والتعديل الفاظ الجرح هي التعديل كي يهاطي ما دام لو اعتماد احاديث تلصون نقلنا ان لا اقبل امل الرديو رواد وردي وهي استعمالي المحدثين تو رواد داس كلام اي وهاط ليان مرك الامانه يو او لليه واقف لقادكر الروايه دي تعديل لغا عبره ولا تعديليه الليره مرك لليه لما اقبل كرنا شرحي لغا عبره مرك الفاظ اليه ما دام الروادي هدي لا اقبل ينا اسكو درجه ما هدي لردين ينا اسكو درجه ما كو لا اقبل اسكو درجه ما مد ماشي اوغو سريدو صحه كجوغه حديث كو وريا مدنا ميل دوخو كجوغا مدنا درجه لا اقبل ميلها اوغو يرو كجوغا هدي لا جرحينا حديث كا لغا تغينا اسكو مد ما اها ميدا ضعف يرو كو جيره هو هدي لا هلو مد كلو لوغو كابو وال اقبل مدنا وحو ضعف يسوا دريه مدنا وح لا شيغما ماله وابا حرام ان امه لو شيغ ان لغا ديغاي ما اها marka hadiiska la aqbalana ruwaada wareed isku dareejo ma kala ridinayeen isku dareejo ma maadaama ay sidaas tahay waxay sameeyeen alfaad ay ku heshiyeen oo markay tacdiilinayaan ilayn raawigan waa la aqbala hadiidku wariyo alfaad ay ka cabiraan alfaadas waxay ka tarjumeeyda ama cadeynayda darajada uu ka joogo xagga martabada uu joogo raawigu مرتبه هير سرميا ميل دحميا ميل هوسميا تعديلك شرحينه سيده كلا الفاظي اوو تلاغل الفاظاس او عدينيده راوغان ميشو كجوغو ضعفي ضعفي يصير هو كب ما يميا ضعفي هوغا درن ادق ميا ضعفي او بقايع ميشو غدبيده ميا الفاظاس marka waxa la yiraahdaa in الفاظ او جرحيه iyo تعديلka la yiraahdaa الثالثة عشر مسألة طبعاً يا صديحي في ألفاظ الجرح والتعديل يا هاتي قد رتبها ألفاظ تصوحها كلا ترتيبي ابن أبي حاتم محمد بن إدريس ابن أبي حاتم أيا كلا ترتيبي مركزه أفروا كبقى مراتب تعديلك وحنا سوهر مريي تعديلك وهذا مركز روح على الجرح التعديل لكن تعديلك مركز روح مرينا oo raawiga la aqbalayo alfaada lagu tawsiiqiyo lagu aqbalo aaymadu ay ku cabiraan ayuu wax weeyaan alayra tacdiib qad rattabaha ibn abi xaatim ayaa kala tartiibiyey fa axsana waana wanaajiyo si fiican u kala tartiibiyey marka asagu wuxuu ka dhigay maraatibu tacdiil afaru ka dhigay laakiin xaafidu dahabi iyo xaafidu lciraaqi mid kaley ku dareen شناي كدغين حافظ بن حجر العسقلاني نمت كلو كدر ليحو كدغ مراتب افرت مركا او اسغو شيغي دونا و افرت او دنبايدا افر تا اوغو دنبايدا ا waxaa weeyaan miday ka hormariyeen xafid dahabi iyo iraqi ibn hajar nimid kaas ay sheegeen iraqi iyo dahabi uu ba mid ka sii hormariyay darajo ka sii hormariyay lix saas uga dhig لحو كذب فالفاظ التعديل عدالت حكم انت الفاظ مراتب درجوين وي ودرجات اسكو درجة معهم مركا ابن ابي حاتم سو سيدو عبر وحير اعلاها مرتبة وصر ايضا ثقة وي دي ليرا ثقة فلان ثقة او فلان متقن ومتقات الصغة او فلان ثبت درجة اسكو سرمري
أو فلان حجة أو فلان عدل حافظ أو فلان ضابط كل سميدو كلمة وحويان هذا ضابط كلية ما أنفع إذا عدل ضابط قالوا لك إذا شارحنا وأكون قري إلا ضابط كلية لو ما أقبلك الراويجي وضبطي حفظي وشيخي عدالتي أو مركز وحويان لو لك إذا أو فلان عدل ضابط هبلوان عدل حفظنا له لكن حافظ العراقي حافظ ذهبي وحير ذا مرتبة مرتبة كسرين وحمحيطها مرتبة كوباد وحيطة إيرا ذا توكيت وحتصا ماشا حدا حال حالا في أوحى برين لابا لابا حدي لقدم فلان ثقة ثقة فلان لابا لابا إيرا سياشان شرط ما فلان ثقة ثبت فلان ثقة حجة فلان ثقة حافظ درجة ساكور ريديرة درجة ابن أبي حاتم الشيخي تاساكور ريد حيلا تاسو توكيد توسي حافظ الحج روح ويري مدانا الشيخان حافظ دهبي عراق مدى كور ريد اسم تفضيل يا مبالغة وحي توسا يا كور ريد اسم تفضيل اللي يرهدو توسالي أوثق الناس فلان أوثق الناس وعددك قفك اللوغو كالسوني ده بدين تاساكسر ريد فلان أثبت الناس وعددك وطن قفك أسو قد بضل فلان إليه المنتهى في التثبت وعنك أي كل ما توحى الله صد إليه المنتهى في التثبت فلان لا أحد أثبت منه هلا لا هل قف أكسو قد بضل مجر تاسا كوري دوي تاسا كوري marka hadii sidaas aan iraahno waxay noqoydaa tacbiirka uu sheegay ibn abi hatim laba darajo ka horeeyd tii saddexaad uu noqora marka oo siiqatu een ismu tafdhil iyo tawkiid wixii tusa labadaas ka horeeyd darajada ugu horeeda waxay noqoydaa wixii tusaya mubaalaqo sida ismu tafdhil oo kale waa darajada koobaad asbatu nas أوثق الناس إيوه تنلبادون كحيشين إنو لان نهي ومدى الذهب يشيغين توكيد أو إلا إرادو فلان ثقة 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 ثبت مرتبة دان وشيغي ابن أبي حاتم كو بالله بينا تيسا دي حادة النقية وحال لفظي الله عبرا ثقة فلان ثقة أو فلان متقن أو فلان ثبت أو فلان حجة أو فلان عدل حافظ أو فلان عدل ضابط صدح مرتبوي صدح راس أيغو كلا سريه وحي وحا كدخيدا روايته وا مقبوله حديث كودن وا صحيح ودرجته سري أيغيو كلا سريه لكن صدح دو انت سي كدخيد صدح راس مرتبو وانا كلا سريان حديث كودن و هو كو ودا جيرا درجته صحيح مقبول كلية معنى هو صحيح ما حتى حسن ما الثانية ومرتبة لبيضة ومركز لفيريو ابن أبي حاتم راتب تقول شيئا لكن تي حافظ ابن حجر وشيئا مد أفراد المغرب مد أفراد المغرب تي حافظ ابن حجر وشيئا لكن ابن أبي حاتم راتب تقول شيئا مركز لفيريو أيه النقر مد لبيضة الثانية مرتبة الله بيضاء صدوق ومد رمبضاني رمبضاني مباركة لكن فيري مركي اللي يري صدوق عدالة والله تلمام لكن ضبط اللي مش يجينا فيري مركة درجات يورا وكاهو صيدا أو محله صدق الليل نكاس وحويان وميل مرتبة دي سوى مرتبرهم مرتبرهم ويعدالة لكن ان ذهبي يو حافظ عراقي يو محله صدقكم درجهن قدر ما ينيو خله مرتبه ما منسنا صدوق يا محله صدق المصن ما هي لمدن مبالغه كجن من كوم جرت صدوق ومن سيره مبالغه روم بدنه لكن محله صدقكم واقف اهل الرمى او اهل العدل يا مبالغه المام لكن مبالغه لما صعد مبالغه لما صعد مرة ديس المبالغة اللي سوء المركة مصنة مصنة مرتبة كده ما يدي كنت محله الصدق
أو فلان لا بأس به، فلان لا بأس به، لكن وهو كيري قال ابن أبي حاتم حيري هو حولة كذا الموصوف بواحد منها أي من هذه الألفاظ قفك ألفاظا متكم إذا لغت المامو صدوق محله الصدق لا بأس به ألفاظا متكم إذا لغت المامو قال ابن أبي حاتم حيري هو أي الموصوف بواحد منها قفك لغت المامو ألفاظا متكم إذا ممن ضد كميديا يكتب لقرى حديث وحديث كيسة أو ينظر لفيرنا حديث الفاتة صدح لامد كميدا لغوت الماما صدوق محله صدق لا بأس به حديث كيسة والقرى وانا لفيرنا وانا لفيرنا حافظ العراق وحكود داري صدح لفظي مأمون فلان مأمون وميد الأمين أو فلان خيار أو لا أو ليس به بأس والله مدوي صدق على صلفنا والله مدى شرحين النقا وهي منزلة لأنه المنزلة والدرجة الثانية الله بيضة والدرجة الله بيضة ومركي ابن أبي حاتم سيد أتري إلا في ريض دي كلام مدى صدق هذا ابن صلاح وغيري وهو حضنك كما قال واصد ابن أبي حاتم أويري واصد أوير ابن أبي حاتم هذا كان أوير الفاظا صدوق أو محله صدق أو لا بأس به قفك لغوت المعنى حديث كي سواء لقرى كذبنا ولا فيرنا هذا الكاس أوير وصح محايا لي قفك الفاظا لغوت المعنى ضد لغمات المعنى فك الله كما أخبرك إطلاق أهان ضد لغمات شيئين ونحوغا عدالة لغوشيك وحيري ابن صلاح وهو حكمك كما قال واصد ويري ابن أبي حاتم محايل لأن هذه العبارات عبارات دان لا تشعر الدرنسيم بالضبط حفل ما دام إيسا الدرنسيم فيعتبر ولا فيرين حديثه راويق سيدا سلقوت المامي حديث كيسا ولا فيرين على ما تقدم سيد صهر مري النوع الصدحي اللي باتنات أول كيسي waxaa noogu soo hormaray waa nooc aan wali ku dhex jirnay furuucdiisi waxaa noogu soo hormaray sidii dabdiga qofka loogu garta dabdiga waxaa lagu gartaa in lagu miisaamo ruwaada oo ahlu dabdiga ahadiisi ay wariyeen iyo kuwa wariyay in la isku fiiriyo kuwa ahadiista ay isku waafaqaan isla wariyaan haduu mar walba waafaqa iyo haduu khilaafa saasaa lagu fiirinay sidii noo soo hormartay meeshu kuleyku waxa wiila waa halka marka haddana waa sidii oo ruwaada alfaadan lagu tilmaamo xadiiskooda waa la qoraa waa la fiiraa waxay tahay waxaa la fiirinaa bal dadkii daabidiinta inay waafaqay in kale tii la fiirinaa shaqada alqaba waa midii waa la fiiraa saasaa loola jeeda maahan in loo fiiraayo daliil kale lagu xoojiyo taas waa darajada dambe soo socda darajaadka dambe weyn kan asaga waa la fiirinaa bal qaabku xadiiska u soo taxamulay inu dabdiyey in kale dabdigiisa la fiirina saas in lagu aqbalaa dacday cadaato di lagu kalsoonaado ayadoo wax kale lagu kabi saas in lagu aqbalaa dacdo lianna hadhihi alcibaaraat tacbiiryaal kanu laa tushciru dareensiimaydo bidabdi fayuctabar waa la fiirina xadiiduhu bimuwaafaqati daabidiin dadka ahlu dabdiga ah inay waafaqo iyo in kale la fiirina على ما تقدم سيد ناس صهر مرة هذا المسألة مهمة وكانوا كجو برامجنا أو إن أتكلم فهمتوا استلاح عام كا هي استلاح خاص كا وهو كوري وعن يحيى بن معين يحيى بن معين وحال جوري إذا قلت مركان إراهبه أنا راوي كهذلا لا بأس به فلان لا بأس به هبل لب ماله فهو فلان كاسو ثقة في قوي واستلاح قارة ويحيى من معين أولي هذا لا بأس به محان كسو أغاني وحان كسو أغاني صدوق ولا مدي وحوغا حديث كي صلافيرنا لكن هدي قف كيري لا بأس به ويحيى من معين يهي
اصطلاحي عام كاكو حنباري ما يدير اصطلاح وقاصوي ثقة أتكلم وأنا مقبول حديث كيس وأنا درجة دي ولي بصحيح تعصنا مهم تعصنا واحد كتوس حديث كوا فنون تأبو أذك فنون تعلمي أن اصطلاح يرى حاجة أتركتين أضوح والبعض كوا حنبار تمكو صحوني وها ترى اصطلاحات خاصة أو علماء قبل ليه وها أبا هي مركا قفكي طالب علمي قال إنه اصطلاحات كاس فهمه أو اصطلاح خاصه إمام قالوا ليه وسام كحن بارميت كعام كاي ويقيني هذا وحى كميت آه يحيى من معين اصطلاحات كيس أقار كا راوي هذا الله شيخه وأن حديث بدن ورين حديث يسيا وحير هذا ليس بالشيء ليس بالشيء ما محدثين تكلمت هذا وشرح قطر أسمع شرح ما بكاد لا يمرك حوله كذا ليس بشيء يشتغل به ما هو واحد لقوم مشكول حديث ما مورين حد وقت إسكال لهم يكاد راوي هبل سكنا هو حديث بلام بمره وكاد لاو ما بكاد لايو ثقة دي سيء شرح دي سميد نبا هو كاد لا حديث بلام مره إذا ذكر له راوي يقل حديثه ربما يقول فيه ليس بشيء لكن هو هدنا ليس بشيء مركز تويره هذا ما أهان راوي كان حديثي صيّرنا ما تنفير أو واحد هذا راوي ساقط إنه راه ليس بشيء أو مركز شرح ولا شيء مركات إن تفيرده راوي كويره هذا يحيى بن معين ليس بشيء في رمضان وكاربه قاب حذر وحنو شيء شيقة هذا الكاس أما اصطلاح أسقار كا أولي يحيى بن معين وقاعدة دي أن سوق هذا ما يوحبا إشكال كو كيني ما يدو ممو عارضي ساس ابن الصلاحة ربطاس إنو كادوي مركز وغو كيري ولا يقاوم مكة هر إمانا قوله وقبين هو وحان كبغين فاعل كي يقاوم نقل الضنبي أو مفعول هانتا نسخان وضب دي سنة وحن كبغينا مفعول ساسا معناها او ناكسي نسخوين كالاتنا ساسا وضب دي سنة ولا يقاوم كهر إمام ما قوله يحيى بن معين قول كيسان عن نفسي وكيري نقل ابن أبي حاتم إن أبي حاتم نقل كيسي عن أهل الفن فن عن أهل كيسي وكسور رأي ما يسديد يانو ابن أبي حاتم وحو كهد لايي استلاح أهل الحديث تاسو كهد لايي مركي وكدهايي صدوق يمحله صدق يلا بأس به واسكمت قف كاس الحديث كي سوال القروان الله فيريا مركاس استلاح عام وكهد لايي يحيى بن معين كما هاد لاي استلاح المحدثين تي أساقا نفسه دي سوكادو مركا هذا كان يحيى معهن إنو أغلب حال لوير المحدثين توحي أو يقانين لا بأس به قف الحديث كيسا لا قرى يلا فيرنا وأو يقان ساس أو يقانين لكن اصطلاح شخصي وخاص هو مت كان يحيى يحيى من نوع ما به وقته أهل الحديث كدير هذا لا بأس به سدر الأولى كذا ما وصلني كما ما وصل هذا ما سوى أهل الحديث أسرع النفس دي سقاسة نقاد مركب ما يسكوري معنيا ما يسكوري معنيا الثالثة مرتبة صديحة إذا شيخ فلان شيخ هبل واشيق وي هبل واشيق مره يرهدان وحويا حوغا وحيا كتيرة هاس ادقيت ماهن درجة سريدة ماهن فيكتب ولا قرى وينظر وانا لفيرنا مركا ليرا فلان شيخ هبل واشيق وي مركز وكلا فيكتب ولا قرى حديثه وينظر ولا فيرنا فيه أي في حديثه حديث كيس ولا قرنا ولا فيرنا ولا فيرنا مرتبة عن أيين كدرين حافظ العراقي محله صدق وحي رهدين محله صدق مرتبة عن وكلا يكون تغير مرتبة عن يكون تغير محله صدق وحكى الله مدى إلى صدق ما هو إلى الصدق ما هو أو معنى هذا هو
غير مدفوع عن الصدق. ما هو مدفوع عن الصدق؟ متسد كنت عدالة لغا ريحو لغا فوقي ما الى صدق ما هو ايس كغا سو غابسد مارك مركا كلمدهاس او اه شيخ ايو محله الصدق ايه الى صدق ما هو ايو فيكتب والقرا وينظر وانا لفيرنا ابن حجر نوخو كدر صدوق سيء الحفظ صدوق يهيم صدوق له اوهام كواسي لم يدين له مركا حديث كي سواء الا حديث كو خوغاد مرتبدان مرتبدان waxay u baahan tahay in loo raadiyo ictibaar iyo loo fiiriyo ictibaar ahaan loo fiiriyo xogaa buu xoojiye la raadiyo wa arabi'atu martabada afrayda marka loo fiiriyo sidii uu tirinay ibn abi hatim sidii ibn hajjana waa midii lixayday salih al hadith fulan salih al hadith hadiskiisu waa mid u soo badal lil ictibaar xogaa in la fiiriyo oo bal shaahid iyo mutaabic iyo loo raadiyo وكل دوية دلوير صالح الحديث يا دلوير فلان صالح دلوير فلان صالح قف كتدين كي صالح هذا ديانة دي صالح هذا لكن دلوير صالح الحديث حديث ك وحلق الله قف كان حقا توثيق انتيس وحلولي حديث ك اووريو مرتبة ديس مركلا فيريو وصالح للاعتبار هو بهي اللور راديو وحوتشيه وحوتشيه شاهد يا مطابع الله يكتب أصغر كلا ولا قرأ حديث كيسة يكتب أي يكتب حديث واحد لو قرأ للاعتبار بل إن الراديو دروك كلا الوحوشي ساسا لو قرأ تاسوحي هيد الفاضي وتعديلك حتى نوحو قدا نوحو قلا الفاضي شرحي وأما الفاض الشرحي شرحين تمت عدة الفاضي دو فمراتبه ودرجوين أيضنا فإذا قالوا مركا إيرادان فيري مركي اللي ترين أيي تعديلك وحلقوا بالله ألفاظ وصرين وحلقوا قبضك أوثق الناس أثبت الناس درجتي لبعض نحو الله قال لي ثقة ثقة درجتي صدحة ثقة كلية متقن كلية حافظ كلية ساسا لقدي ساسا لو إلى ماشي وضعيف سنة لو سوى قالي يو حتى على يري وان حوغا اعتباريا ما هن سيس الله ما اقبلك مرك شرحي قال لك هذا لا يانا وحا لقى بالله ميت اوفو او ايبا الفاظ ايو استعمالين ايو تعديل كي اوغل هوسيي الفاظ لو استعمال اسكو دريجه ما نكوناي مرك غبا اسكو دريجه اي نكوناي اعتبار اي ودا غلان لبدو هلكاسا لقى بالله فاذا قالوا مرك المحدثين تو يراهدان لين اي فلان لين الحديث هذا الحديث كي صورا واجيسين كتب حديث الحديث كي سوى القرى وينظر وحنا الله فينا اعتبار بل ان الله لا متابع اما الشاهد الله لا القرى فيري مارك شرح حد وا شرح كي ما تبد او جلسنات ومتى او رونا خوغا حق صحه سو حق يا قبول ما حيتي او دنبيدان تعديل كصالح الحديث حال سويري يكتب للاعتبار شرحي كان مرتبة أبوس سكيدة محال يري لين الحديث كتب حديث وينظر اعتبار فكحال كاس ويسكي سؤلواني فإذا قالوا المحدثين تمرك يرادان فلان لين الحديث وامد حديث كيسو كالحسين يهي هدي ساسي رهدان هدي سيداسي رهدان كتب حديث ولا قرى وينظر ولا فينا اعتبار اعتبار هذا الله فينا بل إن الله هلا وحيالا لقو حوشي أو كلا ساس الله فينا ساس الله فينا ساس أي الله فينا وقال الدارقطني وحيري أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني وحيري إذا قلت مركا عن الهضاء لين الحديث فلان لين الحديث هذا الحديث كي سواك الحسين لم يكن فلان كاس معها ساقطا مثل عيمها مثل آد أولي تماها ومتروك الحديث معها معها ولكن كان وقوة هذا مجروحا مثل الشريحي بشيء شيء أي الوشرحي الوضع عني شيء لا يسقط أنكردين عن العدالة أنكردين
عدالتي كريم لكن ضبطي سي أي حوغا لدوري سيسترد دي واوح لحوشي كارو حديث كيس هذا الكاس نوحو كويري مركو ويدي حمزة حمزة ابن يوسف السهمي أو يري شرحيني دي إذا قلت فلان لين أيش تريد به أن كلمة ده مركي دي هوريتو وحي أهد أي شيء تريد به أي شيء أي أهد مركاسا حوغا انت وحلقة حد فالسوق قابي أيش تريد أي رهد المركة أيش تريد تن أهد لوسي قابي أيش كلية أيضا لغوغا صوت أركي أيش مركا هو كلمة عربي أصلوي كلامي عربي أصلوي إيش أي شيء تريد أيه مركز الله سو جابي على إيش إيش تريد كده ده إيش كلي أيه ولا أرك مركز حاد ولا شيء ده هو حمزة بن يوسف السهم ده ركود نيو مركز الله رأي لين الحديث مركز وصيدا كنت جواب وحيري مركز أنا رأي لين الحديث لم يكن ساقطا راويغا سماها مثل ايو متروك كل حديث ولكن مجروحا ولكن كان وقوها مجروحا ميت او حوغا لطنيه بشيء لقود دعنيه شيء قول لا يسقد وان كردن عن العدالة وقولهم تاسوا مرتبة مركادة مراتبتي او جرحيغا مرتبة دي كوبادو اميد او غفضو وحديث او حوكسما يهدي الله له شاهد اما الله له متابع وحديث حوك سميوي حوك أقبلي وقول المحدثين تقول كذير هذا فلان ليس بقوي هبل معها مد حوك له يكتب على قرأ حديث وحديث كيس وهو فلان كاسنا وهو تعبير كاسنا دون اللين لين كي وكهوسية ثونا ومرتبة مرتبة دي هوري كهوس إذا كده حيفصا دي الرواية اللي را لين الحديث هي هدير ليس بقوي مصن ليس بقوي ومرتبة اللي بعضه حق ضعف وقول المحدثين تقول كذا يرادان فلان ليس بقوي يكتب ولا قرأ حديثه ولا قرطاه واعتبار الله قرآن أصدقك لي الله أقبل ما وهو ليس بقوي تاسو دون اللين لين وكهوسيه ومرتبة اللبات ومرتبة اللبات وإذا قالوا مرك إيرهدان وإذا قالوا مرك إيرهدان محدثين تو ضعيف فلان ضعيف هبل ضعيف فلان ضعيف الحديث حديث كيسوا ضعيف مرك إيرهدان فدون ليس بقوي فهو تعبير كاسو دون ليس بقوي ليس بقوي وكهوسية وكسلت ومرتبة صدحات ومرتبة صدحات وشرحية كان ضعيف في الحديث دي ليرة ليس بقوي انت وكلت وكهوسية ومرتبة صدحات مرك ومرتبة صدحات ولا يطرح لمطورة بل يعتبر به ولا تحقرية صدح لاس مرتبة مرك اعتبار القلم وضعف او كتب كره دي الله له شواهد ايو متابعات ولا يطرح لما تر بل يعتبر به ولا تحقريا ولا فيريا واذا قالوا المحدثين تمرك يرادان متروك الحديث كاس حديث كيس فلان متروك الحديث هي الحديث كيس وابد لقد تغي او ذاهب حديث كيس واحد تغي او كذاب فهو حديث كاس ساقط فهو الراوي كاس ساقط ومثل ايوه الراوي كاس لا يكتب لنا قر ما حديثه كاس حديث كيس اعتبار مقر لما حوكي كرا وحكا صدرق الله والضعيف درنو أفر مرتبه كان يجب مركب فيري لكن مرتبة أوسي شيئين أفراد وكرت حوكا كضعفية مرتبة مدى أفراد كان يجب مطروق إيو ذاهب إيو كذاب مرتبة كهوري دجل ومرتبة أفراد أي كان لغان حديثين تان كلا ابن حجر إيو تاسوان محي شرحين لغا واحد تهدير ليرا رد حديثه فلان حديث كي سوالا ردية ردو حديثه وين ردية
أنا واحد هذا مردود الحديث حديث كيس وله الدين أنا واحد هذا ضعيف جدا كاس وضعيف هذا ضرب أنا واحد واهم بمرة وضعيف بمرة أنا واحد هذا ضرح الحديث حديث كيس واطوره أنا واحد هذا مطرح ومثل الطوري أنا مطرح الحديث حديث كيس واله الطوري أنا واحد ارمي به توه كاس ما يشط قارك أنا واحد هذا ليس بشيء حرام عن كاس أنا واحد هذا لا يساوي شيئا وح شيء لا مقيمة إك مرتبة أفراد أنت أسكت وأنا كرمت أجو هدي مطروق الحديث لماون الفاضانو مطروق مجلسنا ضعف جيد مطروق وكليته مرتبة مركا شنات أن قيدا مطروق الحديث تركوه ذاهب ذاهب الحديث ساقط هالك فيه النظر سكت عنه هذا بخاري به وسكت عنه فيه النظر البخاري دويرا مايا وحن ربا ان بخاري مركو يرى ضعف اوو دارن اولا جيدا سو سكت عنه كو اوو دارن كعبره وتعبيرات اولي ما لا سوري مارك لا يعتبر به دليل على لميدا لا يعتبر بحديثه ليس بثقه ليس بالثقه ليس بثقه غير ثقه ولا مأمون متهم بالكذب او متهم بالوطع انت اصلا اسكم انت اسو ومرتبه شنات وحق شرحه مرتبه اللي هذا ولدته وكذاب يكذب دجال وضاع يضاع وضع حديثا مرتبه اوو دنبيده ماش اوو دنبيده اوو ليده توا كو اسويا ماش اوو دنبيده او اوو ليده توا كو اسويا ومن الفاظ هذا الفاظ وسن كلا سارين او الفاظ جرحيكا كميت ايو ناطرينا اول ومن الفاظ الفاظ دو كميت اي فلان روى عنه الناس ايبل دتكو اكوريا ايبل دتكو حديث وكوريا فلان وصد ابن الحق اسك دحدحا فلان مقارب الحديث حديثك سو ودو دو هي احاديثا ددك اهل ضبدق او اي وريان مقارب اي مقارب لبدوا لو ضبدنا ومفاعل حديث مقارب اسك ودو هي ددك كلو اهل ضبدق حديثكود حديث مقاربنا ددك اهل ضبدق او ودو هي كما فوق كما فوق الفاظ صدحدا وحي لا مرتبيهين مرتبه شارحه انين كلا خرخريو الفاظ والباب قانت با اي كو جيرتو يا مرتبه دا اي كو جيرتو اشارحو ان سينا برك الفاظ صدحدا وحي تاهي مرتبدي او اها فلان الشيخ تاسل مدي وحي انه مراتبتي او شيغاي ابن ابي حاتم مرتبه صدحات وتعديل كيه مرتبه صدحات وتعديل كيه وحصار يدل الى فلان مضربه اي مضرب الحديث حديث كي سوى مضرب فلان لا يحتج به فلان مجهول صدح راس لفظنا مرتبه دي وحي لميدهين ضعيف الحديث وانا مرتبتي صدحات او مراتب تشرحي مرتبتي صدحات مرتبتها سلمي صدحات لفظ فلان مضرب الحديث مضربه اي مضرب الحديث فلان لا يحتج به فلان مجهول صدحات لفظ وحي كجرت مرتبتي او اها وحي لميتاي فلان ضعيف الحديث تاس لميت ومرتبتي صدحات وشرحي او ابن ابي حاتم مراتبتي وشيغي واحد شيري مركا فلان لا شيء وحرم فلان ليس بذاك كاسمه فلان ليس بذاك الغوي مت حوق قاس لما فلان فيه ضعف او في حديثه ضعف فلان ما اعلم به باس حبكم اوجي ان فلان لا شيء وحرم معهم وحي لميتها مرتبه افراد جرحه او رد حديثه هو عاين ولا اقبلين كل هذا اعتبار حتى ما قال حديثه ليس فلان ليس بذاك اما ليس بذاك الحديث
بذاك القوي. أما لا فيه ضعف أو في حديث ضعف مرتبة دي واحد لم يتلين الحديث أو مراتب تجرحك كي وهري اعتبارين قليل أو أنت عصوية. ليس بذاك ليس بذاك القوي فيه ضعف في حديث ضعف مرتبة دي لين الحديث لم يت ما أعلم به بأسا مرتبة داس تاس مراتب تعديل كمد ود بيدي لم يت أرجو ألا بأس به إيه. وأسخمت شيخ ما دام وصنصو كلا حير حيرين شارح صيف عنو كلا قانا ديمت بقانا قليي وحير ويستدل وحلو دريشانا على معانيها الفاظ معاني دي دي مراتب تلك لقلينا بما تقدم وحي صهر مر مراتب تا الفاظ هذا انكو تحي ورنكو كلا ترتيبين معاني دو دهورا الله الله بنا مدبا ميلا لقلينا ايش اصنا وحو كو شيغي شارحا تنبيهات مهم محاي طهي استلاحات خاصة او مثلا بخاري اولي بخاري او كلاتو ورحن مادي سيئة طور سنان تا يعرب كي سينو الاليو اد ايو او ادكا ادو الاغود دالي چيري مركا هدو اطلاقو ارا فيه النظر اما او ارا سكتو عنه وحد عدا قف متروك ويا حديث كيس اولي متروك إلوية قف متروك أيوه حلية سكت عنه فيه النظر منكر الحديث هدو يرهدنا قف عن هو يدي سوى بنانين ويسان بنانين فإن لو ريبه النوع الرابع والعشرون نوع اللباتن يا فريا كيفية سماع الحديث قابك حديث كالله مقلو هي وتحمله وكيفية تحمله قابك الله صوحا بارو هي وصفة ضبطه قابك الله ضبطيه الله حفظيه كيفية سماع الحديث هي وتحمله وحويا ومن باب عطف العام على الخاص سماعه ونوع كمدة كيفيات كحديث الله تحمل الله حمباره تحمل لكن إلى سديد وقاري كراوته وعاموي تحملك دروق التحمل الى سيده غاريدا ايضا عام سن مركه سماعه وكع عام سن تتحمل كيفيه سماع الحديث قاب كحديث كلو مقلي وتحمله قاب كلو حنبار لو قادو شيخ لوغه قاطو يا وصفه الضبط قاب كلو حفظيو تقبل ولا اقبل روايه المسلم قاب كمسلم كورينته وريو مسلم كالبالغ اقانكار كما حديث حديث كيسو تحمله وصو قاضي قبلهما قبل البلوغ والإسلام انتو سان قان قاني انتو سان إسلام الكاسو قنوغو شيغي وحاك لدوين وقت التحمل كأي وقت الأداء وقت التحمل ووقت الحديث كأدو قاضنا إذا راويق صو قاضنا وبرنا أداء قنا ومركو قدبيني وحاك لأدادقه المركو وقت وحاجر وحيالة بضان الله شردين وقت التحمل لكن وقت الأداء الله شردين وحاكم إذا إسلام نمادي يبلوقي قفك وحا نحي كرتاسوغو قال إنو حديث مقلو حديث كيس مركو مقلو كدب إسلامو مركاس ووري وانا لقا قادنا سوغو قالو هنا مقلو تاسا دي وحا با شارحا وإنين لقاهي وأدلدي سوحا كميت حديث كبخاري ومسلم وريان من حديث جبير بن مطعم جبير بن مطعم دقال كبير مركو دعوه محابيستا قال هذا لغا سوقاب تاي ايو يميت مقال هذا المدينة سي محابيستا قار كميدا او افرطو او اقاحت الله سيد لو سيد دي لها مركاس وخير وحان مقلع النبي صلى الله عليه وسلم او اقنايا صلاة دمقريب سورة الدوه تاسا مقلع وليبا مركي وور ريو ايمان كو قلبك ايقابا وطابته وصورة ده دوانين عربة قريشي آد وفهم ايه قرآن كي لاقين ايه واسامي ساقن وليبا مسلم اهين مركي او اسلامي وريي هذا هو حديث بخاري مسلم لوغو يالا او الى قيام ساعة الدين كيه كميت مركي او مقلايي مسلم اهين لكن مركو اسلامي كدب وري
سيدو كالاتو وحن شرطي هاي وقتك التحمل كقف كونو يهي قنقات كليا وحن شرطي هاي انو تمييس لي وحدو تمييس غاري اي اصغو الصقير حديث كيو صوت تحملي هدو مركو قنقات وعلاقا قادنا ويقود بكرا تاسنا وحن نوغو فران احداث الصحابة صحابة كوو دي يري يرا سيدا حسن يا حسين يا عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس نعمان بن بشير الصايب بن يزيد مسور بن مخرمة يا قير كود ايغو يريرون سقيراهم قان غارين حديثي سو حنبارين هداي ويناديننا حديثي حنبارين مركي دنباي غودبين اييهنا لما كلا سارين لما دهين كلا سار حديث كيدينكو سقير اد مقشين لا اقبل ما لما دهين ماركا قفكا اسغو سقير ومميز اه حديث كو مقلو ماركو قان غارا وا لا اقبلا قفكا اسغو غارا حديث ادو مقلو ماركو اسلامو حديث كي وا لا اقبلا تقبل والأقبال الرواية المسلم قفك مسلم كورنت أوريو مسلم كالبالق قانقار ما حديثك تحمله صحا باري قبلهما قبل البلوغ والإسلام ومنع الثاني ومنع الثانية نوع لبطاء عرور صغير حديث صحا باري مركو قانقار إنو قدبيو وحديدين قوم رك فأخذوا أنا كوقفين على أدلة أنا شاكني قلاب سيين ويكون قفين محايرة الدلة دانا يقلب سيه قالت شماعة كوح وحيرة دين شماعة من العلماء كمدقة يستحب وحال صنية أن يبتدئ إنو بالله أردقو بسماع الحديث حديثك لما قلدي سيه نقايسي سيه بعد 30 سنة صدن سنة كدب صدقت حديثك وين أدقات وعلومتا شريعة كوة وقرصو كمدي فهم كيسي يا ضبط كيسي ووحاد العرس وحي وقولك رسولك الى لنتي سنه مسؤوليات ادغى ربطا وحي اليه مركا علماء داس وخير شام سيده كو سغنايين وحي اليه صدن كسنه هره و هو كو قادنا حفظ القرانك برشده فقيه اي عبادته اد ان عبادته لوغه سودس او قف تقي او قف نقض او حديث كي نبيغ لغو امري كرو او فهمي كرا وحا او كشاقين ايو ايا قريس كو دي مسؤوليات دود او لسان او هدو مركا حديث كي اهل او نقو كرا اينو حنبارو مركا قار واحد ان صدن كاسان عبادة وكورما لكن انت عبادة كما سورتك شوقوفا علم لهاين قرآن كي الله حفسينا سيدا اي ماذا قبل اي نسكرايه قرآن كي الله حفسينا فقهينا والله براو كو عبادة يسالها عبادات كان أت الله قبيسا بف أتقي أو حافظه وحويان حوغا فقهينا وحفي عن كيقا مركز بالله بهيرا وقيل وحل بعد 20 ما يوحل صدن وين تهي عمر قويري حديث كينا بدن يهي لباتن مركو قارها بالله واصيدا يكسو قناين هير كوف لباتن كاسنا قرآن كي فقهي عبادات كي أكو سوقات وآد هو سوء عبادات صار لسو شيخ وحيري والصواب وحيري والصواب سيدا صحدا في هذه الأسماء واقتيادا انضم به التبكير وإن لغو ترماده به بالسماع السماع وإن لغو ترماده معناه إن لغو دادالا وقت هوري لب الله بوه وقت هوري إن لب الله بوه التبكير وإن لغو ترماده به بالسماع مقال كحديثك من حين يصح لغا صوب الله من حين وقتك يصح وانصحا سماعه أردغا مقلديس حديثك ودغيستو إيا وبكتب قرديس أو قرى وتقييده قرديس أو قرى حين وقتك يتأهل وإهل يهل له سماع يا قرالك ويختلف وانا إسقلاف يا وقتك أصو باختلاف الأشخاص ضدك إسقلاف سنانتو ضدك وكل الدوي قف مميز نقانا أصغو شان سنتيرا قفنا أصغو سديد سنتيرو سمحبك لسوعي كريم مركا مركو حدو تمييز كيرا با اسكا بلاودو وا اينو اسكا بلاودو ونقل وحصو نقلي القاضي عياض القاضي ابو الفضل عياض ابن موسى اليحصبي رحمه الله ان اهل الصنعة وحوليتشي اهل الحديث صنعة انا حديث كاه ذاك اهل كوا يعني وحوليتشي اهل الحديث محدثين توليتشي ان اهل اهل أن أهل الصنعة يعني المحدثين محدثين تحددوا ويحديين أول الزمان وقتك وهو الرئيّة أو يصح وانصح في وقتك أسأل السماع المغل
أردغو دغيستو حديثكي بخمس سنين شان سنة جير أي كو حديث محايدة شان سنة مركو غيرو وينو بالله وعلى هذا حد كاس أيونا استقر كسونا ذي العمل وعمل كأهل الحديث عمل كأهل الحديث كوخو كسونا ذي أردغو شان سنة مركو غيرو خلاص حديث وادغي سكرة إيا وحي كبضا سيدة استرادت حلقة حديث كاللغو أقنا شان سنة جير دو يولك يانو marka la qoray samaac waa lagu loo qoraa wa samaac loo qoraa haduu shan sano ka yar yahayna hadara aw uhdira loo qoraa waa la keen waxa keen jiray sagal laba jiray sagal laba sano jiray keen jiray xalqaad ah sidaa sano aruurtu ku hagaag laba sano saddex sano keenay marka intii shan ka yar waxa loo qoraa hadara waa joogay meesha hadu laakin kuma wari karo ah لكن شان مركو غير السماع ومضى بغي سيد القدرة الدين كبرين ويرشيق والصواب سيدة الصواب كا اعتبار التمييز وين تمييز كلا تحدلي وحا الله فيرين التمييز فإن فهم عرورك يدو فهم القطاب هذا الله لحظه وهدي وحل ويديه وشوابي كرو فإن فهم عرورك يدو فهم القطاب هذا إيه ورد الشوابي شوابي نسوعي كرو كان وحو أهانا مميزا مد مميزة صحيح السماع السماع سنوى صحيح ومركز ومقل كرا حديث كوانا جي سكرا وانا لو قري كرا سماع هدور هوا يوغاري شانسان وإلا إن لم يكن متميزا هدو سن متميز أحين وإن لم يكن مميزا مميزا وإلا إن لم يكن مميزا هدو سن مميز أحين حدو تمييز جارين فلا أي فلا يكتب له صنع صنع لو قرمه هدور رشان صنع به كوين هذه مركب ميشا لغا فيرنا ويتميس مميز ميه ما سمعه الله سبحانه وتعالى علم ما هي وحي يران كدر والروية وحي لغا وريي نحو هذا قول كانو كلمه والروية وحي لغا وريي نحو هذا قول كانو كلمه وهو قول كي وهو اعتبار التمييز وإن واحد لتيح قليلا يأو تمييز كيه ماشاء الله فيرنا والروية واحد لقولي نحو هذا الكان وكله عن موسى بن هارون عن موسى بن هارون وأحمد بن حنبل أيان لقولي والله سبحانه وتعالى علمه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.